بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا في بلد يكثر فيه الأشاعرة، فما هي الكتب التي تعتني بالرد على هؤلاء وعلى شبههم؟ نعم، أقرب شيء وأوفر شيء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، هي متصدية لهذه الفرق ولشبهها وبيان ما فيها من الباطل. يعني أعظم شيء وأقرب شيء هو كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم. نعم، وما من جاء بعدهما فإنه ينقل عنهما ويوضح، ينقل ويوضح، ففيه ناس جاءوا من بعدهم أحسنوا في النقل وأحسنوا في الترتيب وأحسنوا الاختيار، مثل شرح الطحاوية. شرح الطحاوية كتاب جيد وملخص من كتب الشيخين تقريبا. نعم.